مدام الاجهزه دي عايزه صيانه حرام عليكي كل شهر. خلاص يا فندم كله والله يبقى تمام ان شاء الله. دي اجهزه بالملايين. خلاص يا فندم صدقيني. هاتي لي استشراكات الشهر ده كله عايزه اطلع عليها. تمام. اتفضلوا. انا كده هيتخرب بيتي. تعالى بس يا سميره هاني. دخلت يلا نروح الحمد لله. هديك على وشي يا بابا. سميره هاني. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت مين؟ اتفضل. واضح ان سعادتك مش بتزهقي بسرعه وبس، لا ده انت كمان بتنسي بسرعه يا هانم. ايه اللي أيوة أيوة, ايوه 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 افتكرتك افتكرتك. المخلوق الغريب ده انت جايبه معاك هنا يعمل ايه؟ لو سمحت بقى يا بابا بعد اذن حضرتك. لا 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 بعد اذن حضرتك. المخلوق العجيب اللي مش عاجب حضرتك ده مدرس دراسات محترم. المخلوق وانا افاتار مثلا يا بابا. بس ولد ولد ماشي يا بابا. انا مخلوق عجيب. بتضرب الحيطه بالقلم على وشك. انا مخلوق عجيب. ضربت الحيطه بالقلم ولا ايه؟ بس تضربهاش ولا اهو عيب عيب. على فكره انا مش محتاجه اعرف بيشتغل ايه، انه ما يفرقش معايا. ولا انت تفرقي معايا. اسكت يا سميره هانم. ده فاطين ابني جاي يعتذرلك عن الموقف اللي بدر منه في محل الورد. يا بابا طيبه. يا بابا طيبه. مش يا ريت يعتذر بسرعه عشان انا بزهق بسرعه. يلا اعتذر بسرعه. سميره هانم انا بعتذر لحضرتك بسرعه علشان حضرتك بتزهق بسرعه عن الموقف وسوء الفهم بسرعه بسرعه. شفتي خلاص انتهينا. اعتذروا انا مش قبلاه. سيد بيه لو سمحت عايزاك تورد المكان هنا ورد واثاري زرع كتير، ويا ريت تنسق مع العلاقات العامه عشان يحاسبوك يوم بيوم. انا عايزه كل يوم يكون عندي ورد طازه. اوكي تحت امرك وتحت امر المكان. وقتك انتهى. ده انت كمان حطيتي خطه وبداتي في تنفيذها. هو ده شغلي وهي دي رسالتي اللي انا مؤمنه بيها. بس مش مع اللي اسمه ميشو. ده مجرم ومش مجرم عادي، ده اخطر مما تتخيلي. وهو ده اللي شجعني اني احقق هدفي عشان لما يتغير يبقى انسان سوي احس فعلا ان انا نجحت. يتغير؟ انت بتحلمي يا حضره الضابط. كل الناس اللي نجحوا في عملهم وبقوا اسماء بنرددها افكارهم بدات بمجرد احلام عايزين يحققوها. بس انا مش هسمح لك تعرضي نفسك للخطر عشان نظريه هتتحط في كتاب وفي الاخر تتركن على الرف. ما هي عشان ما تبقاش نظريه تتحط في كتاب وتتركن على الرف انا مصره انجح وبشكل عملي. وانا هتحداك يا حضره الضابط وهثبت لك ان المجرم اللي اسمه ميشو ده ما يستحقش حتى الوقت اللي بنضيعه في الكلام عنه، ومكانه هو السجن وعلى ايدي. وانا قبلت التحدي يا فؤاد بيه، وانت هتمشي في طريقك وانا همشي في طريقي. يا إما أنت تقبض عليه يا إما أنا أغيره. يلا يا ميشو. انا معجب. ايه ده؟ ايه الهدف دي؟ انت واخده بالك مني يعني؟ انت عايز ايه؟ ايه السخافه دي؟ انا وحش. قولي لي ايه بس؟ لا انا حتى معجب. معجب. دي بنا؟ وقح. نعم؟ حقير. افندم؟ ده لو محترم ما كانش يعمل كده. مش انت ميشو؟ ايوه اللي كنت معاكي في الحفله. بس ما قلتليش صحيح، ايه رايك في الاناناس؟ كان يجنن صح؟ ساكنه بعيد؟ افندم يلا بقى اركبي ورايا ووصلك وامري لله. لا متشكره ميرسي. بس امسكي جامد. ها لحسن تقعي. بقول لك انت قلتلي اسمك ايه؟ لو سمحت. حلو لو سمحت، اسم جديد. يلا بقى اركبي بقى ولا ارجع في كلامي؟ لا استنى استنى هركب. بس امسكي جامد. حاضر. ستي؟ ماشي بتاعك. يلا. وبعدين يا بونبون؟ ولا قبلين يا اخوي، هضمت الكباب اللي انا اكلته. انت مش شايف وشي؟ معلش. طيب روح انت بقى واستريح وبعدين نبقى نكمل كلامنا عشان مستعجل. مستعجل ايه؟ مستعجل ايه يا ميشو؟ بقول لك يا ميشو جاي مخنوق وقرفان وعايز اتفضفض معاك واكل بوكس في وشي. وبعدين بقول لك ايه؟ ما تاخدني معاك الحفلة دي. لا مش هينفع. اخدك معايا ازاي يعني بمنظرك ده؟ وبعدين الحفلة دي نسبيشال وانا قلت لك انا مستعجل. ها؟ ايه الترنج اللي انت لابسه ده؟ يا سيد! سيد! يلا انت دايما مأخرنا كده سيد. انا برضو اللي مأخرك. اتفضل.
واول ما لمياء حبيبتي شافتني في السيرك يا عمي لقيتها بقى ايه مزقططه وطايره من الفرحه ومرفرفه، ولقيتها قالت لي وحشتني يا فاطين يا حبيبي يا قره عيني، وقعدت ساعه تتاسف لي. انما بقى ايه ابن اخوك تقيل قوي يا عمي، فين وفين بقى على ما رديت عليها وقلت لها وهي في وسط السيرك كله وكل الناس شايفاني كده، لو سمحت يا لمياء روحي انت دلوقتي. حتى يا عمي كان الواد اللي اسمه كريم اللي بيمشي على الحبل ده اللي فاكر نفسه حليوه كان واقف ساعتها وسامع كل حاجه. برافو عليك يا فطين. الحمد لله رب العالمين. قول لي بقى حضرتك يا عمي عملت ايه؟ قلت قصيده عنتره وامرؤ القيس مع الورده الحمراء واعترفت ولا لا؟ امال ايه؟ اول ما دخلت عليا رحت قايل لها قصيده عنتره وهي ايه بقى؟ ما اقولكش. لا قول يا عمي زي ما انا قلت. انا ما انا بقول اهو. زي ما تكون كانت مستنيه تسمعها واعترفت لها بحبي. الله، قلت لها ايه بقى يا عمي؟ بس بقول لك ايه بالتفصيل. ها؟ قلت لها. قلت لها زي ما اكون بحلم ومش عايز اصحى من الحلم. زي ما اكون اتولدت النهارده من جديد. زي ما اكون عايز احبك وبس. حتى لو حبي مش واصل لك. حتى لو حلمك غير حلمي برضو هفضل احبك. الله الله يا انس يا جميل، ايه الكلام الرومانسي الجميل ده؟ انت عارف يا عمي انا لو منى مش هحبك بس، لا 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 ده انا اموت فيك كمان. قول لي بقى وهي قالت لك ايه؟ ما قالتش حاجه عشان انا ما قلتلهاش حاجه من اللي انا قلتها لك دي، انا كنت بكدب عليك يا فطين. انت بتضحك؟ طب انا قايل. استنى بس يا عم انس، استنى بس. ما اصل انا برضه كذبت على حضرتك، يعني ما فيش حاجه من اللي انا قلتها لحضرتك دي حصلت خالص. عارف يا ميشو اهو اقل واحد من اللي موجودين هنا دول معاه 20-30 مليون. بس برضه ابو سيد احنا احسن منهم، وبعدين ما تنساش ان هم اللي دايما بيحتاجوا لنا. اه طبعا طبعا. ميشو تعال روح اتكلم وسيبني بقى انا اشوف نفسي، بيقولوا الجمبري هنا طازه قوي. ماشي ابو سيد، بس بقول لك خلي بالك لحسن الجمبري عضك يا راجل ده هقزقزه. ماشي يا ابو سيد. تعالى اعرفك على اكبر رجال اعمال في مصر. ده بقى يا جماعه ميشو اللي انا بحكي لكم عنه. اهلا وسهلا. فريد بيه بيقول عليك انك حدوته. لا والله، علشان بس فريد بيه راجل شيك. ده بس من ذوقك. الله يا سوزي، انت مش هتضيفي ميشو ولا ايه؟ طبعا يا فندم، ميشو ده ضيفي النهارده. بعد اذنك. اتفضل يا ميشو. ميرسي. خد راحتك. يا شيكو واقف لوحدك ليه؟ مستني الاتوبيس ولا ايه؟ فاهم انت السادي مستنيك على ما تيجي تونسلي. يا سلام. اصل الوقفه من غيرك ما تلزش. طب ايه رايك ان الوقفه من غيرك انت تلز؟ ايه ده؟ ايه اللي جاب المستورد ده هنا؟ ده مش مستورد وبس يا سادي، عاوي.
ده مستورد وسوبر كمان. بس بقول لك ايه، دي حاجه تقيله قوي ما تقدرش عليها، دي تقالك انت وقالك بالده. يا سلام. ما تعرفش تاخد منها لحق ولا باطل. طب ايه رايك بقى في اللي يكلمها لك ويرقص معاها كمان؟ استك. مساء الخير يا سميرة هاني. اهلا. مساء النور. مساء الحاوي. محل الورد النهارده الصبح. ايه افتكرتك. اهلا وسهلا تاني. ها بذهب بسرعة. الحقيقة انا بشكر الظروف الجميلة اللي خلتنا نتقابل مرتين في يوم واحد. ممكن نرقص؟ لا مش ممكن نرقص. وعلى فكرة أنا بزهق جدا من الطلبات المشابهة اللي زي دي في الحفلات المشابهة اللي زي دي. ممكن أرقص معاكي، ممكن نمت موبايلك، ممكن أوصلك، ممكن أكلمك بكرة وأعزمك على الغدا. بزهق. أوف. إيه الأغنية الزهقانة دي؟ ما رضيتش ترقص، جزمتها ضيقة وتعرق. في إيه؟ باكو علينا عليك وسيبني بقى احسن بزهق بسرعه. Everything is okay.